Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, on a x appartient à R étoile et b appartient à R étoile. Montrez que a à la puissance 6 sur b à la puissance 6, plus a à la puissance 4 sur b à la puissance 4, plus a au carré sur b au carré, plus b à la puissance 6 sur a à la puissance 6, plus b à la puissance 4 sur a à la puissance 4, plus b à la puissance 2 sur a à la puissance 2 supérieur ou égal à 6. باش نبينو او لكي نبين هذه المتفاوتة سوف نستعمل البرهان بالتكافؤات المتتالية كيف ذلك؟ يجب اولا ان اذكر بالخاصية التالية مهما كان x ينتمي الى r زائد نجمة a زائد واحد على a فهي اكبر من او يساوي اثنان إذا هذه العلاقة أو هذه العبارة هي دائما صحيحة لكل أ من أخ نجمة زائد إذا نعود إلى السؤال المتواجد في التمرين لدينا أ أس ستة على ب أس ستة زائد أ أس أربعة على ب أس أربعة زائد أ أس اثنان على ب أس اثنان زائد ب أس ستة على أ أس ستة زائد ب أس أربعة على أ أس أربعة زائد ب أس اثنان على أ أس اثنان أكبر أو يساوي ستة دققوا جيدا في الأمر لاحظوا بأن هذه الحدود جميعها أعداد موجبة أيضا يمكن لنا أن نلاحظ ملاحظة أخرى وهو أن أ على ب هنا في الثلاث حدود الأولى لدينا في البسط أ وفي المقام بي وفي ثلاث حدود الثانية لدينا بي والمقام أ إذن يمكن أن نلاحظ بأن كل حد فهو مقلوبه هو الحد الأول في المجموعة الثانية أ أس أربعة على بي أس أربعة مقلوبه هو بي أس أربعة على أ أس أربعة جيد كذلك نلاحظ بأن أ هنا مقلوبه هو واحد على أ إذن كل عدد زائد مقلوبه فهو أكبر من أو يساوي اثنان شريطة أن يكون العددان يعني يعني قابل للقلب يعني أن هذا العدد يخالف صفر وهذا صحيح بالنسبة لهذه الحالة إذا لدينا أ أس ستة على ب أس ستة هي في الحقيقة أ على بي الكل أس ستة زائد وهنا لدينا ب أس ستة على أ أس ستة إذا هي ب على أ الكل أس ستة ثم نمر إلى الحدين الآخرين أ على أر بي الكل أس أربعة زائد ب على أ الكل أس أربعة ثم في الأخير أ أس اثنان أ على ب الكل أس اثنان زائد ب على أ الكل أس اثنان أكبر أو يساوي 6. طيب إذا هذا يكافئ، لاحظوا بالنسبة لهذا المجموع إذا فلدينا يعني عدد ومقلوبه، إذا يمكن أن نقول بأنه أكبر أو يساوي 2، ولكن يمكنني أيضا أن أبين بأن هذا يعني التعبير هو بداية أو هي عبارة عن عبارة متطابقة هامة ولكن غير مكتملة، كيف ذلك؟ يعني أ على بي أس 3. الكل أس اثنان زائد ب على أ أس ثلاثة الكل أس اثنان ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا ناقص اثنان في أ على ب الكل أس ثلاثة في ب على أ الكل أس ثلاثة لاحظوا هاد النتيجة أو هاد العدد ما الذي يعطينا؟ يعطينا اثنان يعني لاحظوا اذا اذا يا بي اننا طرحنا اثنان في الحقيقه اذا هنا غتبقى لنا في الطرف الثاني اربعه وبنفس الطريقه نكمل زائد ا على بي الكل اس اثنان الكل اس اثنان هي ا على بي الكل اس اربعه زائد ا بي عفون على ا الكل اس اثنان بين معقوفتين الكل اثنان ناقص اثنان ثم يعني أضرب أ على ب الكل مربع مقلوب ديالو هو ب على أ الكل مربع والنتيجة تساوي واحد ثم بنفس الأسلوب يعني آه نتابع سوف أقوم بتغيير إخراج الشاشة حتى يعني وأتمكن من كتابة بقية التعابير إذن أتابع زائد أ على ب الكل أس اثنان زائد ب على أ الكل أس اثنان ناقص اثنان أ على ب في ب على أ هادشي كامل أكبر أو يساوي لاحظوا هنا لدينا هذه النتيجة هي اثنان هذه النتيجة تعطينا اثنان هذه النتيجة ايضا تعطينا اثنان اذا هنا اثنان هنا اثنان وهنا ايضا اثنان اذا ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص اثنان هي ناقص ستة اذا ستة ناقص ستة يتبقى لنا في الطرف الاخر صفر اذا وهذا يكافي اذا هذه العبارة الاولى او هاد الحدود الثلاث الاولى تعطينا المتطابقه الهامه ا على ب الكل اس ناقص ب على ا الكل اس الكل مربع زائد والثلاث حدود المواليه تعطينا المتطابقه الهامه ا على ب الكل اس 2 ناقص ب على ا الكل اس الكل مربع ثم ثلاث حدود المتبقيه تعطينا المتطابقه العامه ا على B ناقص B على A الكل مربع اكبر او يساوي صفر هذه المبرهنه او هذه المتفاوته الاخيره هي متفاوته صحيحه لان لدينا مجموع ثلاث مربعات لاسوم دي كاغي نتمنى يكون هذا الفيديو مفيد ونتلقى ان شاء الله في فيديو مقبل ما تنساوش تشتركوا في القناه وتشجعونا بلايك راه هادشي اللي كيطلع القناه وكاتبدا توصل لناس اخرين شكرا لكم